بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. حلقة النهاردة حلقة مهمة، وهي الحلقة رقم 23 في سلسلة ضحايا ريا وسكينة، وهي الجزء السادس والأخير من الضحية التاسعة أنيسة بنت محمد رضوان. هقدم لكم النهاردة خلال الحلقة جزء جديد وجزء مهم من أقوال وشهادة محمد خفاجة أمام سليمان بيك عزت، وجزء مهم جدا من اعترافات عديلة بنت عبد العال أو عديلة الكحكية أمام سليمان بيك عزت، من كتاب سرداب الممسات للأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه اللي بندعو له بالرحمة وإن ربنا يجعل مأواه الجنة. بعد اختفاء أنيسة بنت محمد رضوان يوم الأربع الموافق 1 يوليو سنة 1920، وبعد تأكد عديلة من عدم رجوع أنيسة وعدم معرفتها بأي أخبار عنها أو تطمنها على عودة أنيسة، وبعد ما شعرت عديلة بالتوتر الشديد والقلق نتيجة غياب واختفاء أنيسة، فقررت عديلة أنها تغادر المستشفى على الرغم من معارضة الطبيب لذلك، وده اللي احنا حكيناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. غادرت عديلة الكحكية المستشفى يوم الجمعة الموافق 3 يوليو سنة 1920 بعد مقتل أنيسة بيومين. أول شيء عملته عديلة بعد خروجها من المستشفى إنها ذهبت لشقيقتها صديقة عشان تسألها عن أنيسة، باعتبار إن صديقة هي آخر شخص شاف أنيسة قبل اختفائها. الكلام ده كان ضحى يوم الأربع الموافق 1 يوليو سنة 1920 اللي هو يوم اختفاء أنيسة. استمعت عديلة من صديقة عن اللي دار بينها وبين أنيسة في اليوم ده، ولكن ما أضافش جديد لعديلة. وبسبب ان الاسطى حافظ سلامة زوج نميسة شقيقة انيسة الكبرى كان متأكد ان مفتاح لغز اختفاء انيسة مع عديلة، وانها وحدها هي اللي ممكن تدلهم على مكان انيسة. بسبب كده اول ما شاف حافظ سلامة عديلة بتدخل من باب البيت اللي بتسكنه صديقة اختها واللي بيقع فيه برضو نفس المحل بتاعه او دكان الحلاقة بتاعه، لحق بيها حافظ سلامة وبدأ يستجوبها استجواب قاسي. استجوابها عن ظروف دخولها للمستشفى وعن اختفاء أنيسة، ولما زهقت عديلة من أسئلة حافظ سلامة زوج نميسة صاحت عديلة في وجهه بغضب شديد وقالت له: أنا مش غفيرة عليها، واللي أعرفه قلته. كف وبطل حافظ سلامة عن استجواب عديلة وعن الكلام معاها خوفا من طول لسانها ومن سلاطة لسانها، ولكن حافظ سلامة في تهديد صريح قال لعديلة: أنا رايح أبلغ الحكومة. ردت عليه عديلة وقالت له: اعمل زي ما يعجبك. حافظ سلامة كان بيشك ان اختفاء أنيسة هو جزء من خطة محكمة تم تدبيرها بين عديلة وأنيسة، وخطة متفق عليها بين عديلة وأنيسة. كمان حافظ سلامة كان متأكد ان عديلة تعرف مكان أنيسة. لم تمكس عديلة وقت طويل عند اختها صديقة اللي ما أضافتش أي جديد زي ما قلنا أو أي معلومات جديدة لعديلة تدلها على مكان أنيسة. فورا بعد كده ذهبت عديلة لمنزل ريا في حارة علي بيك الكبير. استقبلتها ريا بدهشة وبعجب، وسألتها عن سبب خروجها من المستشفى بسرعة، واعتذرت ريا لعديلة عن عدم زيارتها في المستشفى بأنها كانت اتفقت مع أنيسة على أنها تمر عليها في اليوم التالي لدخولها للمستشفى عشان تزورها، وإنها كمان دبحت لها وزة سمينة عشان تقدمها لها في المستشفى، ولكن أنيسة ما حضرتش في المعاد، وكانت الوزة السمينة من نصيب حسب الله وبديعة. طبعا دي كلها ما حصلش منها حاجة، وكانت ضربة محكمة من ريا أفشلت مهمة عديلة قبل ما تبدأ وأجابت على سؤالها قبل ما تسأله. كانت ريا بذكائها وخبرتها مستعدة لزيارة عديلة ومتوقعاها. سبقت ريا بالكلام ده عشان تنفي لعديلة إنها شافت أنيسة قبل ما تسألها عديلة عنها. ولكن عديلة ما استسلمتش بسهولة، لأن عديلة كانت متأكدة إن ريا لها يد في اختفاء أنيسة، أو حتى إنها عندها علم بمكان اختفائها. ولكن عديلة كانت بتشك وبتتخيل ان ممكن ريا تكون باعت أنيسة لأحد من بيوت الدعارة المرخصة، وانها ممكن تكون سربتها لأي حد يهرب معاها، انما ما وصلتش ظنون او شكوك عديلة ان أنيسة ممكن تكون اتقتلت.
كانت عديلة في موقف صعب وموقف متوتر وعصيب، وكمان موقف حرج أمام نفسها وأمام أسرتها وأمام أسرة أنيسة. وبسبب كده واجهت عديلة ريا بأن أنيسة اختفت، وأن أسرة أنيسة عندهم شهود على أن بنتها بديعة هي اللي حضرت لمنزل أنيسة وأخدتها من منزلها. ما أنكرتش ريا وقعة ذهاب بديعة لمنزل أنيسة، ولكن ريا قالت أنها ذهبت لها عشان تفكرها بموعد زيارتهم المشتركة ليها في المستشفى. وهنا ردت ريا على تهديد عديلة بتهديد أشد منه. قالت ريا العديلة اللي رايح يجي هنا إحنا حنجرسوه ونلفوه في ملاية. بعد تهديد ريا لعديلة اضطرت هنا عديلة إنها تتراجع، وتحول تهديدها لاستعطاف، وبالتالي كمان حولت ريا أسلوبها، حولت ريا أسلوبها للهدوء واللين، لأن ريا كانت عارفة إن عديلة هي الوحيدة اللي تعرف صلة أنيسة بيها. وبسبب كده ما حاولتش ريا إنها تواصل استفزاز عديلة عشان ما تضطرهاش إنها تتصرف أي تصرف أحمق أو متسرع ممكن تكشف عديلة بيه صلة أنيسة بريا أو بآل همام أو بعبد الرازق يوسف، وبالتالي ممكن تدخلهم لدائرة الاشتباه والاتهام في اختفاء أنيسة. هنا بدأت ريا تتظاهر بالتعاطف الشديد مع عديلة وبالرغبة الشديدة في مساعدتها. وجهت ريا شبهتها لعبد الرازق يوسف، وقالت لعديلة إن ممكن عبد الرازق يكون استغل حب أنيسة له وأغواها إنها تهرب معاه عشان تقيم معاه. واقترحت ريا على عديلة إنها تذهب لمحمد خفاجة، هو اللي ممكن يساعدها في البحث عن صديقتها الغائبة أنيسة، أو عبد الرازق عشان يسألوه عن أنيسة. ونصحتها ريا إنها تطالب بالاتنين جنيه وزوج المباريم اللي أخدتهم منها أنيسة في المستشفى قبل اختفائها، عشان عبد الرازق ما يخفيش علمه بمكان أنيسة لو أحس إن الهدف هو انتزاع أنيسة منه عشان ترجع لأهلها ولأسرتها. ريا دي كانت شخصية رهيبة، كانت في منتهى اللؤم والشراسة والفظاعة والذكاء. حاولت إنها توجه نظر عديلة إن أنيسة هربت مع عبد الرازق عشان تبعد أي شبهات عنها، وعشان تبعد تفكير عديلة عن أي احتمال آخر لغياب أنيسة. كمان حاولت إنها تجعل عديلة تركز على الاتنين جنيه وزوج المباريم اللي أخدتهم منها أنيسة قبل اختفائها، على اعتبار إنه محصلش أي مكروه لأنيسة، وإن سبب بحث عديلة عنها هو نقودها وزوج المباريم اللي أعطتهم لأنيسة بعد دخولها للمستشفى. وكمان وجهت عديلة لمحمد خفاجة عشان تبعد أي شبهة عنها، ولما يشعر خفاجة إن عديلة بتبحث فقط عن نقودها وعن زوج المباريم ما يهتمش بقوة للبحث عن أنيسة. وفعلا ذهبت ريا مع عديلة عشان تقابل محمد خفاجة. كانت المقابلة دي في دكان عبد القادر اللبان، وما اقتنعش محمد خفاجة بحكاية إن أنيسة هربت مع عبد الرازق، ونفى محمد خفاجة إن يكون عبد الرازق حكى له أي شيء عن اتفاقه مع أنيسة على أنها تهرب معاه أو أنها تقيم معاه. كمان نفى أن يكون عبد الرازق قال له عن المكان اللي أسكن فيه أنيسة. نفى خفاجة علمه بأي شيء، وكمان قال محمد خفاجة أنه يشك أن يكون عبد الرازق هرب أنيسة أو عمل أي شيء زي ده، لأن عبد الرازق متزوج وله أبناء ومش غني، وما يقدرش يصرف على أنيسة ولا يقدر يستأجر لها مسكن خاص بيها. وهنا شعرت عديلة إن ريا بتضللها، وحاولت عديلة إنها توجه شكوك محمد خفاجة لريا، لأن من وجهة نظر عديلة كان محمد خفاجة هو الشخص الوحيد اللي يقدر يضغط على ريا وبشدة عشان تعترف بمكان أنيسة أو عن علمها باختفائها. سألت عديلة ريا أمام محمد خفاجة وقالت لها هي ما جاتش عندك يا أم بديعة. كان السؤال ده من عديلة لريا أمام محمد خفاجة قمة في السذاجة والغباء، وجعل محمد خفاجة يشك في عديلة وفي ريا، لأن محمد خفاجة قال لنفسه أنه من المنطقي أن عديلة وريا ناقشوا الأمر ده قبل ما يروحوا له، وأن عديلة تعرف إجابة سؤالها لريا، وبالتالي مفيش معنى أنها تسألها السؤال ده أمامه، إلا أن ممكن تكون القصة دي كلها قصة وهمية من أولها لآخرها، وإن عديلة وريا بيمثلوا عليه وبيحرجوه وبيبتزوا كرمه عشان يعرض على عديلة إنه يعوضها خسارتها الوهمية،
الاتنين جنيه وزوج المباريم، زي ما عمل قبل كده مع أنيسة من أيام قليلة لما عرض عليها أنه يعوضها عن الأشياء اللي سرقها منها عبد الرازق يوسف. ده جعل محمد خفاجة يشك في الأمر كله وما يهتمش بالبحث عن أنيسة. في اللحظة دي ظهر حسب الله فجأة في دكان عبد القادر اللبان اللي كانوا بيجلسوا أمامه، وهش حسب الله على زوجته ريا بعصا طويلة كان بيحملها معاه، وصاح حسب الله في ريا وقال لها: يا مرة يا بنت الكلب، انت ما بقاش عليكي إلا قعدة الدكاكين. اتضايق محمد خفاجة بشدة من تصرف حسب الله الأحمق وقليل الذوق، وخاصة إن حسب الله تهجم على مجلس بيتصدره عين أعيان حارة النجاة اللي هو محمد خفاجة، اللي قال لحسب الله: وهي الدكاكين مش زي الخمارة. تراجع حسب الله واعتذر لمحمد خفاجة بإنه سكران وشرب كاسين ورجع المنزل ما وجدش طعام، فقال له محمد خفاجة: الخمرة هي اللي شرباك مش انت اللي شاربها. وقالت عديلة: احنا في مسألة البنت اللي غايبة. فقال حسب الله: احنا ملناش دعوة بحاجة ولا نعرف حاجة، قومي يا ولية عشيني. وفعلا قامت ريا وانصرفت مع حسب الله، وهنا حقق حسب الله هدفه من اللي عمله ده، وانفضت الجلسة بدون أي شيء بالنسبة لعديلة، الجلسة اللي ثار حسب الله لما عرف بانعقادها، لأن حسب الله من الأساس كان معترض على مشاركة ريا في البحث عن أنيسة. كمان انتهت الجلسة بعد ما شك محمد خفاجة في الموضوع كله، وإن كل الحكاية هي محاولة للاحتيال عليه ومحاولة للنيل من كرمه وابتزازه من عديلة وريا. واللي أكد كده لمحمد خفاجة إنه لما قابل عبد الرازق يوسف مساء اليوم التالي سأله محمد خفاجة عن أنيسة، تظاهر عبد الرازق بالدهشة الشديدة لغيابها، وأنكر إنه يكون له أي يد أو أي صلة بموضوع غيابها. وقال عبد الرازق لمحمد خفاجة إنه مش من المنطقي إنه يكافئ امرأة افترت عليه وقالت إنه سرقها واتهمته بالسرقة بأنه يستمر في علاقته معاها، لا مش بس كده، أو أنه كمان يأجر لها مسكن يقيم معاها فيه. هنا هنقل لكم زي ما قلت في أول الحلقة بعض أقوال محمد خفاجة في شهادته المهمة جدا أمام سليمان بيك عزت، والشهادة دي في ملف القضية، ونقلا عن كتاب سرداب المومسات للدكتور محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. أكمل محمد خفاجة كلامه لسليمان بيك عزت وقال: وأنا شفت الكلام رايح يطول بيننا وبين بعض ونمسك في بعضنا، فتركته ومشيت. يقصد عبد الرازق يوسف لما كان بيعاتبه في المرة الأولى على سرقة النقود وفردة الحلق من أنيسة. أكمل محمد خفاجة وقال: وبعد كده بعشرة 12 يوم حضرت ليا عديلة ومعاها ابنها وريا وبنتها، وعديلة قالت لي: ما شفتش أنيسة. قلت لها: ليه؟ فقالت عديلة: أنا قلبي بيوجعني ودخلت الإسبيتالية أعمل عملية في قلبي، وأعطيت أنيسة زوج مبارين بتوعي وفلوس، وقلت لها أنا رايحة أخش الإسبيتالية، ابقي فوتي يوم وتعالي في التاني وجهزي لي فلوس، ولكن لم تحضر للإسبيتالية. فقلت لها: يعني راح تكون راحت فين؟ فقالت لي: يمكن عبد الرازق أخدها. فقلت لها: يا ستي أنا لا أعرف الشيء ده. ثم التفتت إلى ريا فقالت لها: يا أم بديعة، هي ما جاتش عندك؟ فقالت لها ريا: لا. وأنا كلامها ده لأم بديعة مخولني، يعني لخبطني، لأنها ليه تسألها أمامي؟ ما هم جايين مع بعض. فقالت لها ريا إنها لم تحضر عندي، ونحن في الكلام، وإذا حسب الله زوج ريا جه وقال لها: يا مرة يا بنت الكلب، أنت قاعدة هنا وترك البيت، وهت عليها وشتمها وفي إيده عصاية طويلة أراد إنه يضربها بيها. فأنا قلت له: أنت ما أنت عارف إنها فتحة بيت سر ومعرضة، هي قاعدة فين؟ فريا قالت: معلش، لا تأخذ على خطرك منه ولا تزعل. وبعدها بيومين ثلاثة قابلت ريا وقلت لها: هل عديلة قابلت أنيسة؟ فقالت: لا. فقلت لها: هل صحيح أنيسة أخذت من عديلة جوز أساور؟ فقالت ريا: سيبك منها، دي ما أخذتش منها حاجة. وقال خفاجة: هذا كل ما أعرفه. ده كان جزء
تاني فيما يخص الحلقة دي من أقوال محمد خفاجة المهمة جدا أمام سليمان بك عزة. استمرت عديلة تبحث عن عبد الرازق يوسف لحد ما عرفت الحظيرة اللي بيعمل فيها. كانت الحظيرة بتقع في حارة النجاة نفسها. دهشت عديلة من نظرات السخرية الشديدة والاستهزاء اللي قابل بها أهل الحارة سؤالها عن عبد الرازق يوسف بصفته معلم عربيات، لأن عبد الرازق ما كانش معلم ولا حاجة. اكتشفت عديلة لأول مرة عمل عبد الرازق الحقيقي ومكانته الحقيقية في حارة النجاة، عكس ما كان بيظهر وبيدعي في جلسات الفرفشة بتاعتهم للرباعي العاشر. كان عبد الرازق يوسف مجرد عربجي بيعمل في اسطبل، ولما ذهبت له عديلة خرج لها عبد الرازق العربجي وكلمها بأسلوب العربجي. كانت النساء بتحتشد حول عبد الرازق وعديلة لما سألته عديلة عن أنيسة. قال لها عبد الرازق: أنيسة مين يا أختي؟ معرفهاش. قالت له عديلة: إن كنت عاوز تتجوزها أجوزها لك، بس دلني عليها علشان أخد حاجتي منها. رد عليها عبد الرازق بصوت بذيء أخرجه من أنفه وقال لها: جواز إيه وهباب إيه؟ هو أنا خالي؟ أنا عندي مرة وعيال مش قادر أوكلهم، روحي شوفي لافت على مين، يمكن راحت تاكل لحمة مشوية. وفي أقوالها أمام سليمان بك عزت حكت عديلة بنت عبد العال أو عديلة الكحكية اللي حصل، وحكت عن سرقة عبد الرازق لنقود وفردة حلق أنيسة. بعد كده ذهبت لمحمد خفاجة في الدكان وكان معاها ريا، وأثناء الحوار حضر حسب الله زوج ريا وقال حسب الله لريا: يا مرة يا بنت الكلب، انت ما بقاش عليكي إلا قعدة الدكاكين، هو أنا رايح أجيب العشاء وأدور عليك ولا جرك؟ فرد محمد خفاجة وقال له: هي الدكاكين مش زي الخمارة، هو أنت مش عارفها إلا دلوقتي؟ وأنا قلت لحسب الله إحنا في مسألة البنت اللي راحت. فقال حسب الله: إحنا يا ستي ليس زي أحد ولا أحد زينا، وأنا شارب شوية. فمحمد خفاجة قال: الخمرة اللي شرباك مش أنت اللي شاربها. وقام محمد خفاجة ووصلني لغاية البيت. وبتكمل عديلة كلامها وبتحكي عن لقائها مع ريا وبعد كده عن لقائها مع عبد الرازق يوسف. قالت عديلة: وبعد كده بكام يوم رحت لريا وقلت لها: مين يدلنا على عبد الرازق غيرك ونحن لا نعرفه إلا منك؟ فقالت ريا: هي صغيرة، قصدها على أنيسة، وعملت لي إشارة قبيحة بإصبعها: إحنا ناس في حالنا، ولا إحنا عاوزين حد يجيلنا ولا إحنا نروح لحد. وبعد يومين رحت في الجهة اللي كان فيها منزلها الأول، فصرت ألف وبص في الدكاكين، وصرت أسأل على عبد الرازق معلم عربيات كما أخبرتني ريا. وواحدة ماشية لما سمعت معلم عربيات استهزأت وصارت تردد كلمة معلم عربيات باستهزاء شديد، وقالت لي: استني وأنا أناديه لك. وفعلا ندهته ليا، فقلت: يا أخويا ما شفتش أنيسة؟ فقال: أنيسة مين يا أختي؟ فقلت: أنيسة اللي كانت معايا. فقال لي: ما عرفهاش. فقلت له: إن كنت عاوز تتجوزها أجوزها لك، بس دلني عليها أسألها على حاجتي. فقال لي: أتجوز منها ليه؟ هو أنا خالي؟ أنا عندي مراتي وأولادي، هو أنا قادر أوكل نفسي؟ كانت الناس متلمة عندنا، وراحت واحدة منهم قالت: ده عنده أولاد كتير. وهو أخرج صوت بذيء من أنفه وقال لي: روحي روحي روحي، شوفيها راحت فين، يمكن راحت تاكل لحمة مشوية. بعد كده زي ما قلنا في أقوال محمد خفاجة، قابلت ريا محمد خفاجة وسألها محمد خفاجة، فنفت لريا إن أنيسة ممكن تكون أخذت حاجة من عديلة، وأكدت لريا إن عديلة بتكذب عليه عشان تاخد منه نقود وعشان تستغل كرمه. فتوقف محمد خفاجة عن الاهتمام بالأمر تماما وعن الاهتمام بالبحث عن أنيسة. كمان توقفت عديلة وكفت عن الاهتمام بموضوع اختفاء أنيسة بعد ما أثار الأسطى حافظ سلامة زوج نميسة أسرة أنيسة ضدها لما أقنعهم إن عديلة ليها يد في اختفاء بنتهم أنيسة. وبعد كده حصل شيء مهم،
هو انه حصل خلاف شديد بين عديلة وبين أسرة أنيسة لما حضرت الأسرة عشان تنقل أثاث أنيسة من الشقة اللي كانت بتستأجرها في مينا البصل في ملك عديلة الكحكية، اللي أصرت على أنها تحتفظ بجزء من أثاث أنيسة مقابل الاتنين جنيه وزوج الأساور اللي أخدتهم منها أنيسة في المستشفى واللي اختفت بيهم. وعرضت أسرة أنيسة في كده وحصلت بينهم مشكلة وخلاف، انتهى الموضوع بانقطاع العلاقات تماما بين عديلة وبين أسرة أنيسة، وبالتالي فقدت أسرة أنيسة الشهادة الوحيدة اللي كانت ممكن تقودهم لمعرفة مكان اختفاء بنتهم أنيسة. ما أصفرش التحقيق في البلاغ اللي قدمته الأسرة للشرطة عن اختفاء أنيسة على أي شيء، وتم حفظ البلاغ. ومع ذلك استمر الجميع بيأمل أن أنيسة ترجع مرة تانية في أي يوم من الأيام، ولكن طال الوقت وعدى دلوقتي 102 سنة وما رجعتش أنيسة. خلال الوقت ده كانت أنيسة مدفونة في مقبرة آل همام تحت الصندرة في الغرفة رقم 38 حارة علي بيك الكبير في الطبقة الوسطى من مقبرة غرفة ريا. واللي حصل بالتفصيل في مقتل أنيسة انه اول ما غادرت أنيسة محمد رضوان بيت صديقة اخت عديلة ضحى يوم الاربعاء 1 يوليو سنة 1920، ذهبت فورا لمنزل ريا في 38 حارة علي بيك الكبير، وقابلت ريا اللي اوهمتها في الغالب ان عبد الرازق يوسف هيكون في انتظارها عشان يرد لها نقودها وفردة الحلق اللي كان اخدهم منها يوم سهرة العيد عشان يضمن انها ترجع له مرة تانية وانها تستمر في رفقته. وكان من ضمن الاتفاق انه بعد كده تذهب أنيسة مع ريا عشان يزور عديلة في المستشفى. اول ما دخلت أنيسة غرفة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير لحق بيها عرابي وبعده حسب الله، وحضر السوكولانس وحضر الطعام، وبعد قليل ظهر عبد الرازق يوسف. بدأ العتاب بين الحبيبين عبد الرازق وأنيسة في حضور عرابي وعبد الرازق. في اللحظة المناسبة قام الرجالة التلاتة حسب الله وعرابي وعبد الرازق وحوطوا أنيسة وأطبقوا عليها وكتموا أنفاسها، وماتت أنيسة بنت محمد رضوان يوم الأربع أول يوليو سنة 1920، عصر نفس اليوم اللي هو الأربعاء أول يوليو 1920. كانت ريا في دكان علي الصايغ اللي اشترى منها مصاغ أنيسة، واللي كان عبارة عن 6 غوايش من الذهب والحلق اللي على شكل وردة اللي كانت أنيسة استلفته من زوجة عمها، وزوج المباريم المطلب قشرة الذهب اللي كانت أخدتهم من عديلة، والخلخال الفضة. اشترى علي الصايغ كل ده بعشرين جنيه، تم تقسيمهم على 5 أقسام متساوية، كان نصيب كل فرد 4 جنيه. كمان احتفظوا لسكينة بنصبها من العملية، مع ان سكينة ما اشتركتش فيها ولا تعرف عنها شيء. كان محمد عبد العال في الوقت ده مش موجود وما حضرش العملية لانه كان سافر لقريته موشة قبل اسابيع قليلة. وبكده بتنتهي قصة وحكاية الضحية التاسعة أنيسة بنت محمد رضوان. اتمنى اني اكون وفقت في عرضها وبينت التفاصيل والحكاية كاملة. لو الفيديو عجبكم أتمنى أنكم تدعموه باللايك وبالشير، وأتمنى أنكم تشرفونا بالاشتراك في القناة، وبوعدكم بحلقات جميلة وحلقات موفقة وفيها تفاصيل جديدة بإذن الله. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.